بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر القائمين على المعرض. طبعا انا ابو المعتقل علي ابراهيم حسن، اعتقل في 14/8/2013، وعلي طبعا يعاني من مرض السكلان. قدمنا يعني للمركز اكثر من مره يعني يحضر الى المستشفى السلمانية يعني للدكتور دكتورته، وللحين يعني ما حتى العيادة انطلب مواد العيادة حق يتحول على المستشفى السلمانية. احنا نحمل يعني اي شيء يصيب او مضاعفات نحمل المسؤولين السلطة في هذا الشيء. أسوأ يعني حرم من الدراسة، حرم من العلاج، يعني هو في المرحلة الثانوية حكم 3 سنوات زين ومحروم من العلاج يعني هذا. فنتمنى ونرجو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وعن جميع المعتقلين الذين حكموا ظلما. ونشكركم على هذا اللقاء، شكرا.